السلام عليكم اعزائي المشاهدين، معاكم راشد الصدي والمعروف براشد الفا، مصور فوتوغرافي وصانع افلام قصيره من الكويت. في هذا الفيديو راح اعلمكم شلون تعدلون صوركم باستخدام تليفوناتكم عن طريق برنامج اسمه لايتروم موبايل سي سي. خلكم معي بعد هذه المقدمه. في هذا الفيديو راح اعدل معاكم كم صوره توني مصورها قبل شوي. استخدمت كاميرا كانون 650 دي اللي عنديها قديمه، صار لها يمكن 5 سنين، من 2013 شريتها. والعدسه اللي استعملتها في التصوير اللي هي عدسه الكانون 100 مم f2.8 ماكرو ال سيريس. صدقوني وايد غلط على ما قلتها. الحين بحط لكم صور خلف الكواليس، شلون السيت اب اللي انا مسويه، شلون بسيط جدا، مجرد جاكيت قطيته، ساعه فوقه، قطيت كتاب ونظاره، يم دريشه موجوده فيها اضاءه شمس، وصورت صور شيء سجلنا العدسه ماكرو بكاميرا، ولكن يقدرون تصورون كذي باي شيء. ندخل برنامج لايت روم. انا شخصيا ما احب اتعامل مع الصور بالاول فوتوز اللي تشوفونها فوق، ولكن احب اسوي البومات عشان اقسم فيها صوري وشغلي، عشان كل ما ابي ابحث عن الصور مره ثانيه وارد لهم القاهم بسهوله عن طريق الاسم المميز اللي انا سميته لهم. فنضغط على علامه الزائد، نسوي كرييت البوم، اختار الاسم اللي انا بيه، اسمي مثلا جوتشي واتش، ولو اني ما ادري شلون السبيلنج مالت جوتشي، ولكن مشوا معي جوتشي اند اخذ تشيك الحين دبل تشيك. المهم سوينا الحين الالبوم، ندش عليه ونطق علامة الزائد اللي تحت على اليسار فروم كاميرا رول. من ينزلون صور في الالبوم يخلصون على طول ادش على اول وحدة، هذيل السيتنجز مالت لايت روم اللي موجودين، ماكو شيء غيرهم، يمين ويسار كفناهم. واحب ابلش تعديلي حق اي صورة بهذه الخانة، وبناء عليها راح اعرف المود اللي انا ابي اوصل له، على حسب اذا كان ابي دارك، ابيها دراماتيك، ابيها ما فيها ضوء، كل شيء ليفتد اب. زين خلينا نبدا نعدل اكسبوجر، يزيد الاضاءة ككل في الصورة، طق عليه مرتين يرد بالنص مثل ما كان. عندنا الكونتراست يزيد التباين ما بين الالوان والضوء والاضواء خلينا نقول. وبالنهايه هذه سيتنجز ترى كلهم يا جماعه دشوا وجربوا بنفسكم، يعني انا ما في ساينس معين ولا خطوات معينه امشي عليها، ولكن تمشي وكل صوره تختلف وانت تجرب لين ما توصل للذوق اللي انت تبيه او اللوك اللي انت تبيه اللي عاجبك. زين نرجع حق الهايلايتس. الهايلايتس عباره عن الاضواء القويه في الصوره، مثل ما انتم شايفين ضوء الشمس وين طاق على الجاكيت، فلما ازيده يصير قوي، لما اقلله يصير وايد ضعيف. ايضا هم حطوا بالكم ان تبين الديتيلز اللي داخل او في المنطقه هذه اللي فيها هايلايت. الشادوز اللي هم الظلال نرفعهم يصير ماكو شادوز او خفيف او ضعيف الشادوز، نغمجه يكونون سود وايد او غامجين او مظلمين او مو مبينين تفاصيلهم، وهم تصير دراميه اكثر. بعدين عندنا الوايتس اللي هو اللون الابيض او الضوء الابيض، اذا زدناه مثل ما انتم شايفين يصير وايد قوي، وايضا مثل فكره الهايلايتس يمشون مع بعض الهايلايتس مع الوايتس، انك طول ما في هايلايتس هذا الهايلايتس لونها ابيض او فيها بياض. اخر شيء عندنا البلاكس اللي هو اللون الاسود، نقدر نشيله كله يصير ما في لون اسود كومبليتلي، او نقدر نقلله حده ويصير اللون وايد اسود وكل شيء اسود غامج، انه ما في ديتيلز ولا في تفاصيل. طبعا كل هذا يعتمد على حسب شو اللي احنا نبيه من الصوره او اللوك اللي احنا نبي نوصل له بالصوره. الخانه الثانيه طبعا انا ما بيكم تطالعون اللي على اليسار الاربعه اللي هم سلكتيف هيلينج كروب وبروفايلز، وخلوا اوتو على جنب، نبدي من اللايت ونمشي يمين. اليمين عندنا الكالرز، الخانه الثانيه اللي دائما انا اتجه لها بعد اللايتس. اول شيء نشوفه تمب اللي هي تمبرتشر اللي هي درجه حراره الصوره، نبيها حاره او دافيه نروح للجهه اليمنى عند الصفار، ونبيها زرقاء او بارده نروح الجهه اليسرى. طبعا هذا فيري اغلي فيري ديسكاستنج، بس ما علينا، هي فيها فاين تونينج مو تودي وايد على الاقل، بس انا قاعد ابين لكم شنو اللي راح يصير لفيته يمين او يسار. بعدين تحت هذا غالبا ما اجيسه اللي هو التنت البنفسجي او الاخضر، اذا كانت مثلا شوي بنفسجيه تحاول ترده للون الاخضر يعادل هاللون البنفسجي اذا انت مصور. تحت التنت عندنا الفايبرنس اللي هو الالوان، ولكن ما يزيد كل الالوان، يزيد الالوان اللي يحسها ناقصه في الصوره، تحط الوان في الصوره شوي اغمج بدون لا تكون الصوره كلها كذي وايد متشبعه بالالوان. فهذا احب استعمله لدرجه 30 35 يكون حلو، يعطي الوان شويه غامجه او يغذي الالوان اللي تحسها انها هي ناقصه شوي من الصوره. واخر شيء عندنا الساتوريشن اللي هو الوان الصوره ككل، فاذا زدته مثلا كل شيء يزيد بالصوره وتصير وايد ملونه، واذا قللته كل شيء يقل لونه لين ما اقمته كله فتصير ابيض واسود. ايضا في حركه ممكن انك تسويها انك تقلل مثلا الساتوريشن اللي هو كل شيء تقلله لسالب 30
او ماينس 30 او ماينس 30 ماينس 30 بكلمة. وتزيد الفايبر فيزيد الالوان اللي ناقصه، ممكن اوصله حتى ل 82 فيزيد الالوان اللي حسها هي مقموته. وانا نزلت كل الالوان وقللتها ل ماينس 30 فصارت صوره صايره كأنها طريقه فيلمك، صايره مثل الفيلم اللي بس لون معين شويه زايد بس كل شيء ثاني ميوتد او قامته شوي. انزين في نفس الخانه ايضا اهم 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 شوف اربع مرات او ثلاث مرات انتم عدوا ما دام ما قاعد يعد، اللي هي اللي فوق كلمه ميكس اللي على اليمين، هذه دائما انا استعملها واغلب المصورين متاكد ان اغلب الناس تستعملها وجدا قويه هالاداه في انك تعزل الوان معينه في الصوره. مثلا تبي تقلل اللون الاخضر، ايش حق اسولف خليني اوريكم، من تطق على ميكس يطلع لك الكلر ميكس او خلطه الالوان. في كلر ميكس في الصورة اللي قدامنا في اللون البرتقالي موجود كثير، فإذا أنا قللت اللون البرتقالي، لحظة قبل أقلله خليني أشرح لكم شنو، هذه الألوان اللي موجودة كل لون عنده ثلاث لاينات، أول لاين هيو، جاكيت اللي يلبي وايد لون برتقالي، فإذا رحت عند كلمة هيو إذا لفيت يمين راح يخلي اللون البرتقالي إلى اللون الأصفر، وإذا رحت صوب اليسار راح ينقله إلى اللون الأحمر. ساتشوريشن إذا زدته يزيد اللون البرتقالي، إذا قللته يروح اللون البرتقالي في الصورة، فممكن إذا أنت تبي تقلل لون معين حاسس إنه وايد موجود بالصورة وقاعد يلهي او يلفت النظر ممكن انك تقللها شوية او تغمتها خير شر. اخر شيء تحت اللومينس اللي هو درجة اضاءة هاللون، اذا رحت لليمين راح تزيد اضاءة هذا اللون وايضا تقل شوي تشبع لانك قاعد نخسر معلومات اللون فيصير وايد ابيض، واذا رحنا لليسار راح يقمت هذا اللون ويقلل من اضاءته فيصير مقموت او مثل ما انتم شايفين بالصورة شكله وايد باهت. وهلم جرى كل لون يمين يودي الالوان اللي يمه واليسار يودي الالوان اللي يساره. الحين ننتقل للخانة اللي بعدها اللي هي افكتس. ثلاث اشياء انا دائما احب استعملهم، تكستشر كلاريتي وايضا دي هيز. تكستشر يزيد تفاصيل الصغيره اللي بالصوره، شوف مثلا زدت حد الحين واذا قللته راح ينعم الصوره وينعم التفاصيل الصغيره اللي في الصوره. الكلاريتي راح يزيد من حده الصوره وتفاصيلها الكبيره. الدي هيز اللي هو اخر شيء انا احب استعمله، معنى كلمه دي هيز الهيز اللي هو الضباب، فدي هيز يعني ازاله الضباب، فاذا انت مصور منظر طبيعي وفي ضباب ممكن انك تزيد هالبار هذا، لو خليك هذا الضباب باستعمال انه يغمج الالوان او الكونتراست اللي موجود في الصورة يوخر الضباب اللي موجود في الصورة ويبين لك التفاصيل اللي بعد هذا الضباب أو الألوان أو الشكل أو التكستشر اللي موجودة ما بعد هذا الضباب. اللاين الرابع هو اللي يحب يستعمله، مرات استعمله مرات لا على حسب، اللي هو فينيت. إذا لفيته يسار راح يسوي دائرة سوداء في الأطراف أو في زوايا الصورة، تلممها كذي بزيادة بلون أسود عشان تخلي المشاهد يركز أكثر على العنصر اللي موجود بالنص. وننزل تحت آخر شيء اللي هو الجرين اللي تحت، اللي ممكن تحط حبوب أو تخلي ستايل المحبب هذا اللي في الصورة اللي هو ستايل الكاميرات الفيلم اللي قبل القديمه او افلام السينما، كل ما تزيد كل ما يزيد الافكت. السايز تحت حجم حبوب او الجرينز اللي بتحطها من هذا الفلتر، عاده انا اخليه 25 والسايز يكون 50 والرفنس خشونه هذه الحبوب او الجرينز يكون 60. لحد الان هو احلى شيء شفته، طبعا يعتمد على الستايل اللي انت تبي تسويه بالصوره، فما احطه الا اذا الستايل انا ابي يكون كنا كلاسيكي على فيلمك على في ستايل معين، فانت شوف وجرب واذا عجبك حطه، ما عجبك طق عليه مرتين ينشال كله وكل التعديلات مالته السايز والرفنس كذا راح تختفي معه. اخر شيء في هذه الخانه وهو جدا مهم اللي هو فوق على اليمين اسمه سبلت تونينج، هذه اذا تبي تضيف تلوين للصوره دش على سبلت تونينج. سبلت تونينج فيها نقطتين، فيها الهايلايت اللي فوق تضيف على الهايلايت او الاضاءه القويه او الضوء القوي اللي داش في الصوره يلونه، يحط له مثلا اذا خليته على الازرق او البنفسجي يصير لونه بنفسجي لون الشمس اللي هو اضاءه الشمس، اذا خليته برتقالي يصير لونه برتقالي وصار لون او صار فيه لون معين حق بس الاضاءه القويه هذه. هاي تستعمل إذا تبي تفصل الهايلايت والشادوز، فتخلي الهايلايت مثلا برتقالي او اورنج وتخلي شادوز تيل، فيعطي لون حلو وبليزنج تو ذا اي يعني مريح للعين وجميل للعين. الهيو اللي هو رقم اللون والساتوريشن اللي هو درجه تشبع اللون اللي انت تبيه، اذا خليته مثلا 100% على 202 طبعا شوي صعب وقثيث بالتليفون بالكمبيوتر وايد اسهل لما تحددهم او تزيد قوتهم وتحدد اللون اللي انت تبيه، كل واحد وذوقه تشوف انت لين الصوره تحسها حلو. فمثلا في هذه الصوره حلو جدا البرتقالي اللي كان في الهايلايتس ان هذا اضاءه شمس، وايضا ضوء الشمس لونه برتقالي حلو مع لون الجاكيت اليلد البني هذا. فالحين خلينا نبلش نعدل الصوره، شوفوا معي خطوه خطوه شلون اعدل الصوره وايضا شلون انسخ هذا التعديل وانقله الى كذا صوره ثانيه عشان اوحد التعديل ويكون التعديل في كل الصور متشابه وتكون الصور كلها باكج واحد ثيم واحد سموها اللي تسموه.
وانا متعمد مصور بسيت اب جدا بسيط عشان ابين لكم انه تقدر تصور صور وتعدلها وتنزلها وتكون جدا حلوه وبسيطه، وانت مو محتاج شيء الا مصدر اضاءه قوي اللي هو الدريشه، والباقي عليك انت تفنتك. حط قهوه يم الدريشه، حط طاوله يم الدريشه، فوقها مخمل، فوقها كيفك، سوي اللي تسوي. اهم شيء مصدر اضاءه قوي، سواء صورت بالتليفون ولا بالكاميرا مصدر اضاءه قوي. والحين يقول مالي خلق او ما عندي او شيء عشان يتعذر عشان لا يصور لك، على صبارك يبي لي فوطه. مالك عذر، تبي تصور كل شيء متوفر لك، اهم شيء عندك اضاءه الشمس، وبعدين عندك التليفون او كاميرا اذا عندك، وبلشوا تصوير. اهم شيء اضاءه الشمس داشه من دريشه، وهذا انا احبها ان تسوي ظل وضوء. تقدر تستعمل الظل والضوء في تلوين الصوره، انك تخلي الاضاءه لونها برتقالي او اي لون تبي، الظل لونه التيل الازرق او اي لون ثاني تبي. بهذه الطريقه لونت انت الصوره، خليت فيه الوان حلوه داشه في الصوره، في الهايلايتس وفي الشادوز. حق اللي يقول اوكي انا عرفت الحين اعدل الصوره واستخدم برنامج بالتليفون ما له داعي كمبيوتر ولا شيء، ولكن ابي اعرف شلون اصور صوره حلوه، انا سويت فيديو قبل هذا شرحت فيه ثلاث قواعد اساسيه في التقاط صوره اجمل، تلقونه على الشاشه هني او هني شيء كذي موجود، او دش على القناه راح تلقونه في قناتي. في ختام هذا الفيديو الطويل ما شاء الله، اتمنى لكم جميعا اطيب كوب قهوه لعشاق القهوه، ولغير عشاق القهوه اتمنى لكم هم اطيب كوب whatever اللي كانوا تشربونه، وان شاء الله راح اشوفكم في الفيديو القادم، والسلام عليكم. القهوة مالها والله زين، الحين احس بطعم القهوة. اي مريض شوي. انا قلت الشاعر، نسيت شنو قال الشاعر. ذكرت، ومن يكو ذا مالي خلق حتى اقول، ومن يكو ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلاله، يعني اللي يكون مريض حلجه ولسانه يذوق الماي العذب مر، هذا اللي قاعد يصير.